السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم من بعد ما نزلت الفيديو ديال الدجاج بالعسل والمطرد ونال إعجاب ديال العديد من الصديقات، اليوم غادي ننزل لكم هذا الدجاج حتى هو في الفرن، ولكن هذه المرة بالزعتر وتوابل السمك. لهذا هو طبق سهل ودغيا كيوجد. لهذا الدجاج غادي نحتاجو دجاج حسب عدد الاشخاص، يكون مغسول ومنقي ومزولين ليه الجلده ودايرين فيه هاد الفتحات بحال هكا بالسكين، يعني شاقينه بالسكين. الدجاج حسب عدد الاشخاص غنحتاجو ليه معلقه صغيره ديال الزعتر، معلقه كبيره من توابل السمك راها كتباع جاهزه، غنحتاجو شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، فلفل اسود، غنحتاجو معلقه كبيره ديال الزبده، غنحتاجو معلقه كبيره ديال لاموطارد وشويه ديال زيت المائده. غندوزو للطريقه اللي هي سهله كيف قلت لكم. دابا غادي ناخد الدجاج وغادي ندير فيه هذاك الزعتر والتوابل السمك، غنضيف ليهم الملحه مع البزار، غنضيف هذيك المعلقه كبيره ديال لاموطارد، اي جوج معالق صغار ويكونوا عامرين شويه، وغادي نضيف زيت المائده غير قطرات خفيفه. صافي، دابا انا غنخلط هاد المكونات بيدية باش نتحكم في باش الصلصه تدخل في كل شيء. ندهنو مزيان وندخل فيه هاد المطارد وهاد التوابل بحال هكا، انا كنخدم بيدي، ممكن ديروا معلقه وتخدموا، لكن راه ما كاين ما احسن من اليدين. الدجاج راه نتوما ممكن تزيدوا ولا تنقصوا، ولا زدتوا كميه الدجاج راه خاصكم تزيدوا في المكونات، يعني في هذيك العطريه، نتوما العطريه تحكموا فيها نتوما. صافي، دابا ها هو غادي نخليه يرتاح واحد جوج سوايع، عاد غادي ندخلو الفران. انا غنغطيه وغنخليه يرتاح عاد ندخلوه الفران. من بعد ما خليته يرتاح واحد الساعه ولا ساعتين، دابا غادي نضيف كاس ديال الماء صغير اللي نسيت ما ذكرتوش في المقادير، كاس انا ما درتوش كامل، يعني تقريبا نص كاس، نص كاس ديال الماء كيما كتشوفوا بحال هكايا. دابا غادي نضيف هذوك الطريفات ديال الزبده فوق الدجاج اللي ذكرت، بحال هكايا، وغادي ندخلو الفران. بعد ما غادي نغطي المره الاولى بالبابي سولفيريزي او البابي كويسون، وعاد ندير من فوق منه بابي الومنيوم بحال هكايا. ودابا غادي ندخلو الفران حتى يطيب لمده ساعه تقريبا، ونخرجوه من الفران ونقدموه. الدجاج ديالنا ها هو من طاب وخرج من الفران، كيجي لذيذ بزاف، وريحه الزعتر مع العطريه ديال السمك كتجي زوينه بزاف.
ها هو الطبق ديال الدجاج هنايا، قدمته مع شويه ديال البطاطا في الفران بالعطريه، وغادي ان شاء الله غادي ننزلها حتى هي في فيديو مع شويه ديال الموطارد نقدموها معاه. نتمنى يعجبكم الطبق ديال الدجاج وتجربوه. اللي عجبتها الوصفه تعمل اشتراك بالقناه ديالي ولايك للفيديو، وما تنساوش تخليو التعليقات ديالكم والانتقادات ديالكم اسفل الفيديو. والى وصفه قادمه بحول الله.